في مقولة قديمة كده زمان عن لعبة كمال الأجسام بتقول لعبة الأغنياء يعشقها الفقراء. أول مرة ابتديت أهتم في اللعبة دي تقريباً من حوالي 4 سنين. كل الناس شجعتني، كل الناس اللي هو أنت زي ما تخشش بطولات، أنت كويس، أنت جسمك حلو، أنت محتاج بطولات بس. وبمرن الناس بس برضه مركز مع نفسي جداً، يعني عشان عندي بطولة. لكن أجسام بتمثل لي شغلي إن أنا مدرب، أغير من اللي قدامي سواء بقى نفسياً معنوياً مادياً شكل جسمه، فهي بالنسبة لي مهنة أكتر ما هي هواية أو كده أو لعبة. أنا عندي شغل في الإعلانات بس أنا بحب المجال ده جداً. حاجات كتير جداً بتعملها الرياضة، عشان كده دايماً الرياضة دي جوايا. أنا حبيت الموضوع من أول يوم دخلت اتمرنت فيه. بتمرن عشان أنا بحب التمرين، بحب أسمع صوت الدمبل، بحب صوت الحديد، أنا بتمرن، أنا بحب اللعبة. أي رياضة تانية أو 90% من الرياضات الأخرى محتاج إن أنا أبقى موهوب، كرة القدم، محتاج إن أنا أبقى موهوب وحد يشوفك. السباحة، محتاج إن أنت تبقى جريء ما تخافش من المية وبرضه معاك حد كويس بيمرنك. طب الجيم، محتاج إن أنت تبقى عندك عزيمة فقط، إصرار إن أنا أنزل أتمرن في الجيم. دايما المدربين بيجوا يشتغلوا معانا نوعين، نوع بيهتم بنفسه قوي ونوع عايز يبقى شكله سمارت وشيك فده بيهتم بنفسه اكتر ما بيهتم باللاعب، فما بتلاقيش يكمل ككوتش كتير. وفي نوع تاني بيبقى عايز يبقى فاهم وبيعمل ايه، عايز يبقى كوتش. انا كنت في الاول بتمرن كنت مع مدربين كويسين قوي، ناس كبيره قديمه، الكلاسيك القديم بقى اللي هو ايام ارلوندو كده. في المجال ده الخبره مطلوبه جدا وكل حاجه، بس مش خبره بس، لازم يبقى في خبره ودراسه. دراسة ما بتحققش كل اللي بتحققه، خبرة العمل والممارسة العملية. مش بس دراسة، هو دراسة وخبرة. دلوقتي المطلوب في السوق أغلبه إن حد شكله كويس، عامل بودي شيب حلو وبيتكلم حلو قوي يقنعه، أكتر ما مطلوب حد عنده معلومة قوية قوي. يعني الناس دايما بتتجه للي شكله كويس يقول لك أنا عايز أبقى زيك، عايز أعمل اللي أنت عملته. ناس كتير جت اشتركت معايا، جت تتمرن معايا أنا شخصياً، عايزاني أنا شخصياً عشان بيتفرجوا على تمريني، بيتفرجوا عليا في التمرين، بيتفرجوا على الستايل بتاعي، فإحنا عايزين نبقى زيك. والله البطولة هستفيد منها ان انا يعني اول حاجة الثقة في النفس، وان انا كده ربنا كرمني وحطيت رجلي على اول الطريق عشان دي هتبقى اول بطولة ليا. انا ماشي صح، بقتي سمار جهدي، حياتي هتبتدي يعني حياتي هستارت من البطولة دي. البطولات خلاص بقت معروفة، يعني الموضوع بقى بايخ او بقى معروف، انت احنا هنعمل ايه وهنجيب ايه وهندخل ايه وهنقطع ايه اول حاجة فكرت فيها ان انا اخش حاجة قوية، مش عشان حاجة، عشان اقيس نفسي يعني اللي هو انا طبيعي ولا انا مختلف عن الناس دي ولا انا ايه. كلنا عارفين ان انا لازم اطلع، عشان انا هطلع اقف على الستيج يبقى اخد هرمون، وانا مش برجع فكره الهرمون. اي حد داخل بطوله لازم يحضر بهرمون. لا، ما فيش بطل من غير هرمون. الهرمون بيختصر عليك مسافه كبيره، بيوفر عليك مجهود كبير، فبالتالي بيبقى اسهل. اي مدرب من حقه ان هو يطلع مسرح، بس هل انت عارف البات افكتس هتيجي عليك؟ هذه الفكرة. استرويد لما يوصلك إما يموتك، إما يوصلك لأي طريق تاني فيه عيا عجز في جسمك. يعني هي مش محتاجة بقى، يعني أنا محتاجة بقى زي ما أنا فيزيك، مش محتاجة زيت، مش محتاج اللي هي زقة الهرمون، مش محتاجة. بس لو بصيت لو يعني لو فكرت في يوم من الأيام ألعب ميزان مش ميزاني، ألعب مثلا بطولة زي ماسل موديل، هحتاج حجم عضلي أكبر، لازم أخد هرمون. نفسي دي اكتر حاجه نفسي اعملها، ان انا نفسي احضر، يعني حضر دكتوراه وحضر حاجات وحضر ابحاث علميه وحضر الكلام ده كله، بس مره مصر، عشان انا خدت كل اللي جوه مصر.
يعني اللي جوه مصر انا عملته خلاص. كنت بحلم ان انا ابقى عندي جيم وكنت التجربه وكان عندي جيم وما حصلش نصيب، فبحلم ان انا اكمل مسيرتي تاني ان شاء الله ابقى عندي جيم. اهم حاجه الرياضه دي بخلاني واقف على رجليا بحيث اوصل لسن ال 60 اقدر واقف على رجليا واقدر اخدم نفسي. مهنه التدريب ممتازه بس ما بتجيبليش العائد اللي اقدر اسد بيه احتياجاتي كشخص. انا دلوقتي موظف في البنك الاهلي. خلصت جيش بقالي سنتين، بقالي سنتين بدور بس بدور على بوزيشن كويس. برضو مسيطر عليا غصب عني ان انا بقالي فتره مدير، فده مخليني ادور على مكان مش هشتري من الصفر، هبتدي ان انا ايه لا بوزيشن يبقى كويس. برضو ده معطلني شويه ما اكذبش عليك، ان انا مدير دلوقتي، فمش هروح اشتغل في مكان لسه ببتدي من الصفر واجري يمين وشمال وبتاع، لا محتاج مكان اعلى شويه. فاضل لك كام بطوله كده؟ 15 يوم ان شاء الله. يوم 15 12 كنت قاعد في كافيه كده انا واحد صاحبي، فالموضوع كان في دماغي بقاله فتره ان في زي شو هتتعمل في مصر وان هي لسه فاضل عليها 4 شهور او 3 شهور، فانا شايف ان انا الفتره دي ممكن اجهز نفسي فيها تمام. فقلت اقرب حد ليا واقرب حد عارفني كويس قوي في الجيم هنا احمد علي بس. فجيت قلت له انا عايز اخش البطوله دي، حتى جيت قلتها له بنرفزه كده، فقال لي بس نخش البطوله دي، ولقيته وعلى طول روح وبالليل هعمل لك النظام اللي هنمشي عليه ومش عارف ايه. فمن تاني يوم قلت له كده ابتدينا. يعني انا علاقتي بكابتن احمد فتحي ابتدت زي اي كوتش عادي شغال معايا، شفت هو شغال شفت بالنهار، هو سيلز شاطر قوي، بيعرف يتكلم، بيعرف يجذب لعيبه ليه، فابتدى ان هو يدخل له كميه برايفت عاليه بالنسبه لان جسمه مثلا مش قوي، بس هو ستايل جسمه شيك ومقطع، فابتدى ان هو عايز يخش بطولات وعايز يحضر. ف يعني قربنا من بعض اكتر من النقطه دي، ابتدى يقول لي مران ايه، طب اكتب لي كورس، فتابعت معاه توجيهاته كده. وهو في التمرين قوي، يعني هو في التمرين مش ضعيف بصراحه، هو تمرينه قوي جدا، بيشيل اوزان، بيحمل، بيدوس على نفسه، فعنده مؤهلات جامده ان هو يبقى لعيب كويس. كابتن احمد علي حضر ابطال كتير، هو اكتر حد بحترم دماغه، اكتر حد بعتبر ان اللي هو بيعمله دي طلاسه محدش بيفهمها غيره، دماغي قريبه من دماغه، فاهمين بعض، ودينا اهو مع بعض ان شاء الله بطل جديد اهو في مصر. بصراحه هو رايي ان هو يبقى كوتش ناجح مش لعيب ناجح، لان هو شاطر، لسانه حلو، بيتكلم كويس، ده اللي انا متوقعه له. طموحي اللي هو ابقى بطل عالم. محمد خالد شغال نقط في النظافة، أنا مش عاوز أبقى مدرب يعني، ف يعني ما اشتغلش مدرب لسه. أنت جاي من بيتك ولا استحمى هنا؟ يا عم ولا استحمى تاني، جاي من بره، جاي من بيتي، ما كنتش جبت لكم أصلا. الشركة دي أنا بدي رحت، والله عليك منوحت أصلا.
لا العلاقة بيننا وبين المدربين يعني كويسة، ما بنهزر ونضحك مع بعض وعادي يعني. في مثلا مدربين بتبقى حلوة، في مدربين بتبقى وحشة. بيني برضك واحد ان هو بيشتغل وصفة السوق، بتلاقيه بيتنك، بيكلمك مثلا ايه بتنك، ما بتحس ان هو بيتكبر. فانا بتجنبه اصلا، ما برضاش اكلمه ولا باجي جنبه. بس جدا لما اساعد حد ويكون عايز يوصل لهدف وانا اكون يعني جزء منه عشان اقدر اوصله للهدف بتاعه. على قد ما هي يعني كارير، على قد ما انت بتحس ان انت لما بتغير اللي قدامك وبتشوف تارجت ان انت بتغير اسلوب حياه الناس اللي قدامك دي، فانت ده بالنسبه لك انجاز بعيدا عن الماديات. على اللي هو بيقوله لي بنبتدي تارجت الكلام ده. عايز تزيد، عايز تنشف، عايز تخس، ايا كان انت عايز تعمل ايه، بنبتدي نحط التمريننا وجدولنا، بنبدا في المرحله دي شغالين على هدف. تقييم نفسيته اول حاجه، وبعد كده جسمه، وبعد كده نبدا نضع خطه لاسلوب هنبدا نتمرن بيه. لازم اخليه يحب الموضوع، لازم اخليه يبقى متشجع قوي، لازم اخليه اللي هو يعني انا ببص له وهو عارف هو هيعمل ايه. لازم ابقى واقف معاه اوري له يمسك منين، ازاي يتنفس، طب ايه الوزن اللي هيبقى مناسب ليه، طب ايه التكرار اللي هيبقى مناسب ليه، بناء على الجول بتاعه والهدف بتاعه من الجيم، هو جاي عشان يعمل ايه، جاي يخس، جاي يزيد. انا بحاول اشوف قدره اللي قدامي قد ايه، فساعات الشخص اللي قدامي ده ما مش عارف قدرته او مش عارف، يعني ممكن هو يكون بيلعب ب10 وممكن يلعب ب20، بس هو خايف. ادام واقف صح وبيعمل اداء صح، فانا بديله الدفعه دي عشان يلعب. ابتدي اشرح له هنا بقى، اقول له مثلا انت عندك النهارده مثلا شغالين كتف، فدي الدلتويدز، انا شغال على الدلتويدز. ايه هي الدلتويدز؟ الدلتويدز اللي هي عضله الكتف الخلفي، وابتدي ايه اشرح له عليها واحده واحده. تمام. الترابيزس، الترابيز. طب الترابيز دي في ناس فاكراها ان هي الرقبه من فوق، لا ده الترابيزس دي عضله كبيره قوي واخده الظهر كله. لما عيد بيجي يقول لي الزاويه دي بتاعت ايه، فين في الجسم العضله دي وجعاني، انا مش عارف الجهاز ده بيشغل ايه، فاقول له دي حاجه اسمها اللازموس، اللازموس دي الماجنوس. تمام. فابتدي اوريله صورتها يبقى فاهم انا بتكلم على ايه، بتكلم عملي وهو شايف بعينه احسن بكتير ما بتكلم هوائي وهو مش فاهم انا بقول ايه. كل مدرب وليه وجهه نظر، احنا كلنا صح بس كلنا بنحب نوصل المعلومه بوجهه نظر مختلفه. انا عندي معلومه فبوصلها لك. كل واحد بيبقى ليه ستايل. تمام. انت بتبقى مقتنع بنفسك، بس بتبقى مقتنع بنفسك وبس. أنا لما طلعت من الصالة كان شكلي مرعب، كان شكلي مرعب. والمصحف بطني دي مش شايف بطني، شايف عروق بس. بكرة ال 15-12 بطولة، يعني هجمع أنا وصحابي و يعني الناس القريبة ليا هي اللي هتيجي معايا. إزاي يعني أستأذن
منظمين ذا شو اقول لهم خلي البطوله يوم 15 عشان هي جت كده لسه قوي عشان هوري بوست صغير فاهم دي اهم حاجه قد كده اصلا ودي وتغرس اللي هو ده مع الترول حط ما بينه كده لسه كل ده ما تكرهش انا واقف قدام المرايه وانت زي ما انت كنت واقف كده انا اشوف قدامي جماهير انا مش شايف الناس دي انا شايف نفسي وبكي اهلا بيكم في اكبر مسابقه لتناسق وتكامل الاجسام في الوطن العربي والعالم ذا شو في الموسم الثالث مين متسابق اشتركوا معانا في عروض ذا شو على مدار كل المراحل اللي جايه هنشوف ازاي مين متسابق دول اللجنه هتختار منهم 16 واحد بس من مصر هيتم الاعلان عنهم بعد ما نشوف كل العروض الفرديه كل متسابق يا جماعة من المية دول على المسرح ده قدامه 60 ثانية بس عشان يقنع الحكام ان هم يخسروه جاهزين يا جماعة دلوقتي معادنا مع الميت متسابق برنامج واحد بس The Show ما كانش عنده حضور كامل بس كان مركز كان بيبتسم في وش الحكام وكده كان محتاج يدي عرض احسن يتحرك اكتر كان واخد مكان واحد على المسرح وده غلط كبير جدا لازم على المسرح اخد كذا مكان اتحرك ما اقفش في مكان ثابت لازم احس الناس ان انا الجادج بالذات لما اتعامل معاه ما اتعاملش معاه ان انا باصص له ومستني منه حكمه عليا لازم كبطل بطلع واثق من نفسي بطلع ابص للجمهور بتاعي بدي عرض العرض دوت انا بقول للناس انا العرض بتاعه لكن انا مش طالع اختبار فهو كان حاط جوه نفسه طالع تيست واقف باصص لهم بيضرب الوضع في مكانه فده كان غلط بس هو كان عامل عضلات حلوه كان في تناسق كويس شكله شيك اللي هو المطلوب اللي هو الفيزيك السمارت الشاب المقطع اللي شكله شيك قوي عضلات بطنه قويه صدره كان مرسوم حلو قوي فكان محقق المطلوب بس الهدف من البطوله كان العرض فكان في 20 بوينت على العرض دول كانوا ايه ناقصين في 20 بوينت تانية على بقيه العضلات في 20 بوينت على الحضور هو كان عنده حضور كويس ما كانش عنده عرض كويس كان عنده عضلات كويسه بس انا ما يعني العرض ما عجبنيش قوي Thank you very much. You're in great condition you have great genetics but you got to work a bit more on your overall mass there's some guys coming in and they're big try to get the legs up try to get the shoulders up and the arms try and get more of that aesthetic freaky look You're happy on stage, you're enjoying yourself, so just keep going, and you'll be better next time. I've heard you did really well with your diet thing, you've got your body fat right down, so congratulations. And you have the perfect framework to build upon, just to get some more mass, to compete with the bigger guys that are here. And it's great to see you smiling, well done. Thank you. أنا لو كنت معاه أنا عارف إن ده هيختلف. مش قصدي زي حاجة طبعاً, بس هو علاقات طبعا انا عارف ناس هناك فكان هيفرق وانا بدهن اللون وانا بتكلم معاه في تحميله يعني اخر يومين قبل الماتش دول مهمين قوي عند البطل فكون ان ما حدش يبقى معاه فيه او ان الكوتش ما يبقاش معاه ده انا عارف ان انا قصرت معاه فيه اللاعب لما بيحس ان هو لوحده حتى لو جنبه كل الناس بس الكوتش بتاعه بيفرق انا عارف ان دي بتفرق وانا كنت يعني النهارده متضايق جدا ولو ربنا كرم هو اتاهل بكره مش هسيبه يعني باذن الله يلا بقى الناس كيف مبسوطة جدا الحمد لله لا كنت كان باين علينا انا مستريح كنت مبتسم انا خفت عليك بقول له خفت عليك من حاجه جديده ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله بحاجه كويسه بس ايا كان حتى لما كنتش حابب على الاربعه انت كنت متميز والنشاط دي خطوه في حد ذاتها صح رائعه اللي شكر وكيك سؤال ليك صراحه سؤال قوي فاهمني قوي قوي الحمد لله يعني انت كده قبل النتيجه انت كده وصلت النتيجه الحمد لله خد مسكن وخش الساوله واطلع خد دش ساقع واطلع نام واصحى بالليل تاكل فراخ كمل صدور لغايه ما تشوف النتيجه فاهم هو المطلوب منك كده المطلوب منك ان انت راجل موديل تعرف تقدم عرض مش موديل اكل مش موديل ضعيف مش موديل داخل تعبان من الدايت ومكشر فانت بس لو انت كنت 60% حلو 40% عدم خبره ده رايي الشخصي وما تزعلش مني
خبرة المسرح محدش هيديها لك غير لما تطلع عليك. محدش اللي هيقول لك اطلع ما تخافش، اللي هيقول لك مش عارف ايه، لا لما تطلع وتتحط كل ده هيتغير. انا لما اديت ظهري وخدت نفسي انا عرفت ابص لهم وقتك، انت فاهم؟ ده انا كنت هقع، كان هيقع، رحت رافع ايدي كاني بسلم على الناس، يعني كنت هقع فبعمل ايدي كده، رحت اعمل لهم كده. اه حاسس يا توتو راح فين؟ لا لا مش وقت خالص يا استاذ توتو، مش وقت، مش وقت خالص. طب ما تصور يا بيه. طب احنا ايه، انت بتعذبنا ولا ايه؟ ابوك باتي يا لبانا لبانا، هيا ابو الفصاد، هيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد، فرياح يا ابو الفصاد. انفخ بقى يا احمد البلد. ايه التواضع ده؟ بعد اذن حضرتك اصبر، بس اصبر، انا هحل لك مشاكلك. لونه كان حلو، لونه كان حلو بقى، كله كان حلو. صباح النور. اهلا وسهلا، اتفضل. لا مش هينفع اديله الضم ده. عادي. لا كده جاي عشان يحسن صحته، عامل له حاجه مستديمه، مش هينفع. احمد يعني طيب بصراحه، ممكن ابقى قافش عليه في الشغل وشايفه ماشي مكشر في الجيم، بعدها بشويه ادخل اقول له ايه، تعالى بقى عشان ابص على عضلاتك، راح ضحك، فهو يضحك وخلاص، وكان هو غلبان لو. عايز اشكر الراجل ده برضه عشان تعب معايا جامد، هو فاكر ان هو ما عملش حاجه، لا بس هو يعني بصراحه فادني كتير قوي، يعني خلى يعني كان بالنسبه لي احسن فتره يعني في مجالي اللي انا فيه ده، كانت الفتره اللي فاتت، وهو ساعدني على كده، يعني هو كان مسيستم لي كل حاجه برضه، حق يتقال يعني.